بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا زملائي وزميلات في مدراء مكافحة العدوى بالمديريات. معكم أخوكم دكتور عبد المجيد المطيري من فريق التحول إدارة عام مكافحة العدوى، ومعنا الدكتور خالد العنزي مدير العام إدارة عام مكافحة العدوى والمنشآت الصحية. اليوم اجتمعنا عشان نتكلم عن مشروع التحول بإدارات مكافحة العدوى اللي هو RHD2. طبعا بداية بنعطيكم فكرة عن مبدئية عن فكرة التحول أو مشروعه. يمكن بعض المناطق لسه التحول ما بدأ عندهم أو ما في بوادر قريبة، لكن بالنهاية يعني المنظومة الصحية كلها يعني حتبدأ في مشروع التحول، وإدارات مكافحة العدوى هي جزء لا يتجزأ من التحول. لذلك كان هاللقاء هذا اللي ناخذ فيه فكرة بسيطة ونعرف ايش المهام والصلاحيات ما بين إدارات مكافحة العدوى، سواء بالوزارة، بالمديرية، بالتجمع، ايضا بالمنشاه الصحيه. طبعا بالبدايه راح نتكلم لكم عن فريق التحول بالاداره مكافحه العدوى. الفريق يتكون من فريق استشاري بقياده الدكتور خالد ومجموعه من الخبراء بالاداره. ايضا الفريق الثاني هو فريق تنفيذ المشروع. طبعا تواصلنا احنا مع فريق التحول بالوزاره، وطبعا راح نوضح لكم بعض البنود اللي موجوده في التحول او فيما يخص مكافحه العدوى. نتكلم عن ايش اليه المنظومه الصحيه الان او الهيكله حقتها. هي الهيكله المعتاده اللي احنا نعرفها اللي هي وزاره ومديريه. ايش المرحله اللي احنا فيها اللي تعتبر اهم مراحل التحول في النظام الصحي؟ راح يكون فيه تجمعات ما بين المنشاه الصحيه وما بين المديريه. ايش عمل كل جهه؟ راح نتكلم عنها بشكل عام، واللي يهمنا ان نتكلم عن جزئيه مكافحه العدوى. طبعا بالبدايه ايش اهداف التحول؟ من ضمن اهدافه طبعا تقديم رعايه احترافيه للمريض، ايضا تطوير الخدمه الصحيه بشكل عام. اللي يهمنا احنا وليش اجتماعنا اليوم صراحه بشكل اساسي اللي هو اليه التحول. طبعا الهدف الاساسي للتحول هو هدف رائع طبعا، وبالنهايه راح ينقل الخدمه الصحيه بشكل جدا رائع سواء للمرضى او حتى المارسين الصحيين. متى نوصل للهدف هذا؟ هذا يعتمد علينا احنا شركاء التحول بالمديريات، بالوزاره، والمسؤولين عن الاقسام والبرامج. طبعا المهم اننا نتاكد من انتقال السلس لمرحله التحول. هنا يبدأ دورنا احنا كمشاركين في الرؤية هذه. طبعا ايش التغييرات الهيكلية طبعا اللي تصير التحول؟ طبعا جميع المنظومة الصحية بكل فئاتها راح يكون فيها تحول، راح يبدأ من الوزارة والمديريات. ايضا الوزارة راح يكون فيها الدور، وش الادوار الرئيسية حقتهم؟ بالوزارة هو الدور التشريعي، المديريات هو الدور الرقابي، التجمعات هي الدور التشغيلي والتنفيذي ايضا. لذلك يهمنا متى ما عرفنا ايش الخطوط العريضه للتحول، هنا نقدر احنا مهامنا، ومن هنا بدات فكره بناء فريق التحول في اداره مكافحه العدوى. عندنا اعيد واكرر، عندنا في الوزاره وادارات الوزاره عندهم التشريع، المديريات عندهم الرقابه، والتشغيل في التجمعات. راح اتكلم طبعا، هذا البرزنتيشن هو يعني مقتبس من بنود التحول لكل اقسام الوزاره. راح اتكلم فيها عن الاشياء اللي يعني الخصها لكم بالاشياء اللي تهمنا. يهمنا نقطه مثلا في مبادئ النماذج التشغيليه للمديريات. طبعا يهمنا ضمان استمرار احد بنود التحول، ضمان استمرار الرقابه التنظيميه على التجمعات الصحيه والقطاع الخاص، مما يدل على ان المديريه راح تكون جهه رقابيه بشكل كامل على اداء التجمعات. ضمان استمرار نشاط مديريات الشؤون الصحية على مستوى المملكة. طبعا يهمنا هنا النقطة هذه نشير لها، نقطة القوى العاملة، من القوى العاملة الأعداد اللي هي كافية لإدارة أقسام مكافحة العدوى يجب أن تبقى وتكون موجودة. يعني أنه بإذن الله ما راح يكون في أي خلل أو توزيع في القوى العاملة يؤثر على أداء أقسام مكافحة العدوى والمديريات. عملنا احنا هنا بالإدارة على توزيع القوى العاملة، بإذن الله عندنا تصور لكم الأعداد اللي هي المتوقعة والمدى التقريبي من المينيموم والماكسيموم اللي منسوبي مكافحة العدوى بالمديريات.
عندنا هنا احد النماذج اللي هي التشغيليه لتحول الوزاره الصحه العامه اللي احنا جزء منها، تكون المديريه مسؤوله عن متابعه امتثال التجمع الصحي لارشادات برنامج الصحه العامه، هذا اللي يعزز دور الرقابه في المديريه، اطلاع ديوان وزاره الصحه بمخرجات برنامج الصحه العامه عن طريق المديريه. هذه كلها بنود احببت انكم تطلعون عليها، هو بنود تحول، هي بنود جدا كثيره، فيها اللي يلامس مكافحه عدوى الصحه العامه وفيها اللي بعيد عنها. انا هنا اقتبست المجموعه اللي احنا تهمنا اذا صار بعدين، يعني ايش الهدف لما يصير بعدين في نقاش مع التجمع، انتم حتكونوا ممثلين في المناطق في مكافحه العدوى بالمديريات، انتم تكونون انتم على اطلاع على البنود وعلى معرفه كامله فيها. طبعا ايش بتكون الهيكله للمديريه؟ راح طبعا اللي بوضحه هنا انه مكافحه العدوى دورها، نعلم احنا في دورها القوي الان وحتى قبل فكره التحول، دورها بعد التحول راح يكون اقوى واعظم باذن الله بوجودكم انتم ومعرفتنا ايضا بايش مهامنا وصلاحياتنا. يعني يهمنا كثير ان ما يصير اي دروب في برامج مكافحه العدوى بعد التحول، بالعكس احنا لو ناظر على 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 مدى سير عمليه برامج مكافحه العدوى من السنوات الماضيه، الحمد لله يعني البرامج التشغيليه موجوده عندنا، تقدر تقول انها الان هي صارت جزء رئيسي في التحول، احنا سبقنا هذا الشيء من زمان، لذلك يهمنا ان احنا نستمر على هالمنوال وافضل باذن الله، والتحول انه ما يكون يكون يهمنا انه يكون جزء داعم كبير لاداء عمليه مكافحه العدوى وبرامجها. نشوف هنا النموذج التشغيلي المعتمد معالي الوزير مكافحه العدوى واداره التزام والادارات الثانيه، هذه جزء مهم جدا في عمليه التحول. الخدمات التشغيليه طبعا هذه كلها راح تكون تبع التجمع. هذا الهيكل التنظيمي لمديريات الشؤون الصحيه المعتمد معالي الوزير. انتقال الانشطه طبعا راح نتكلم عن فيما يخصنا احنا، هنا طبعا كل البرامج التشغيليه كلها هتنتقل للتجمعات. مكافحه العدوى هنا نشوف مكافحه العدوى هي يعني شريك في كل تيم وفي كل منظومه. مكافحة العدوى تبدأ من هنا في ديوان الوزارة، موجودة أيضا بشكل قوي بكم أنتم زملائي في المديريات بالرقابة، موجودة بشكل قوي لزملائنا في التجمعات في الجزء التشغيلي، موجودة في المنشآت الصحية، مركز صحي، مجمع أسنان، مستشفى، هي جزء مهم جدا من العملية التنظيمية. لذلك التحول أصلا قائم وأحد الركائز الأساسية لوجود التحول وتقديم رعاية احترافية للمريض هو مكافحة العدوى. طبعا هذا جزء أيضا من البرامج اللي راح يكون فيها تحول، على سبيل المثال الإمداد الطبي، المستودعات، بيانات المهام. راح أخذ منكم طبعا حين أتكلم في جزء تفصيلي راح نشرحه الآن، لكن الآن قاعد أتكلم كل النقاط هذه بنود التحول العامة اللي مشرعة من مكتب تحقيق الرؤية واحد أهداف رؤية 2030. بعدين راح نتكلم إيش عمل فريق التحول عندنا وإيش بنودنا حنا بالديتيلز. الصحة العامة راح نتكلم إنه من بنود التحول التنسيق مع إدارة المخالفات بشأن عدم الالتزام ببرامج الصحة العامة، أيضا بند المتابعة مع إدارة التزام بشأن عمليات التفتيش. راح يكون الآن الآيكا والأودت اللي عندنا الآن راح يكون بشكل جدا احترافي وأكبر من اللي قاعد يصير الآن، راح نكون احنا على سبيل المثال جهة الاحترافية الفنية لتقيم من رؤيتهم كأخصائي مكافحة عدوى، راح ترفع النتائج لإدارة الالتزام لوضع المخالفات على بعض القصور الموجودة في عمل بعض التجمعات والمنشآت. من مهام مكافحة العدوى أيضا في التحول التأكد من التجمعات الصحية ومقدمي الخدمات يوفرون مستوى التدريب المستوى المطلوب من تدريب العاملين. أنا هنا بقول نقطة قبل ما أبدأ بالنموذج الاتفاقية، راح أعطيكم بس فكرة إيش اللي حصل أو إيش التطورات، بما أنكم شركاء النجاح معنا، إيش التطورات اللي صارت عند زملائنا في أقسام مكافحة العدوى بالمديريات. طبعا الآن بدأ التحول بشكل كامل، انطلق في الحساء، انطلق أيضا في القصيم، انطلق أيضا في مكة المكرمة،
وأيضا في الشرقية، لكن الاتفاقية ستوقع إن شاء الله في الأسبوع القادم. أيضا في الرياض بدون اتفاقية، هو يعني ما شاء الله التقينا معهم في محاضرة فعرفوا إيش الأدوار حقتهم، والوضع ماشي بالرياض بدون توقيع اتفاقية. إيش الآلية اللي تصير؟ راح نعرض عليكم اتفاقية الآن موجودة، في حال لو حصل. وطبعا كان عندنا أمس اجتماع مع الزملاء في مكتب التحول، وأبلغناهم أنه إذا كان في أي بوادر لأي تجمع لأي منطقة يتم بلاغنا، حتى عشان تكونون أنتم زملائنا مستعدين للتواصل مع زملائنا في التجمعات. طبعا لما يكون عندنا تجمع، من المهم أيضا جدا أن يكون لكم نظير في التجمع، مدير مكافحة عدوى في التجمع. هنا احنا نلتقي، تلتقون أنتم معاه، توضحوا لهم المهام والصلاحيات وتوزيعها بالبرامج بالديتيلز زي ما راح أعرضها بعد شوي. بعدها راح يتم توقيع اتفاقية التعاون وحتى توزيع الصلاحيات والمهام ما بينكم بإشراف الإدارة العامة لمكافة العدوى. إيش هي الصلاحيات والمهام؟ راح نعرضها الآن ببرامجنا، راح أعطيكم نموذج اتفاقية موجودة. هذا هو نموذج اتفاقية توزيع المهام والصلاحيات المتعلقة بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى في مديريات الشؤون الصحية والتجمع الصحي. طبعا هذه اتفاقية هي سابقا غير موجودة، احنا يعني عملنا انه يعني نعدل بعض العثرات الموجودة ونتعلم من اخطائنا. صراحة مفهوم التحول كلنا عارفينه، تشريع، رقابة، تشغيل. هنا عمدنا في الإدارة عن مكافحة العدوى اننا نوضح التفاصيل، نجهز الأمور زملائنا في المديريات والتجمعات. عندنا برامج، احنا ما يقارب 14 برنامج تدقيق، عندنا اوديتورز ما يقارب يعني فوق ال 200 مقيم، عندنا 494 مستشفى قاعد يستفيد من خدمات مكافحة العدوى. وحبينا اننا بناء على البنود حقة التحول ان احنا اهل الاختصاص في مكافحة العدوى ان نوزع برامجنا واعمالنا بالتفصيل بناء على الهدف الكبير للتحول. طبعا الجزء الاتفاقيه اللي راح باذن الله مع يعني مع المستقبل القريب ان شاء الله انكم كلكم يعني توقعون عليها بالتعامل مع زملائنا في المديريات في التجمعات، منقسمه من قسمين. القسم الاول اللي هو الجزء التعريفي بعمليه التحول، ايضا الاطراف توقيع الاتفاقيه، ايضا المواد لصلاحيات المهام. احنا حبينا ان قبل ما نوزع الصلاحيات في المديريات في التجمعات ان احنا نبدا بنفسنا، وش مهام وصلاحيات الاداره عامه مكافحه العدوى. لذلك صلاحيات مهام اداره مكافحه العدوى بالشؤون الصحيه، ايضا صلاحيات ومهام اداره مكافحه العدوى بالتجمع الصحي، ايضا مهام الاداره العامه مكافحه العدوى بالشؤون الصحيه. هذا بشكل عام، هذا البارت الاول. في نقطه بس احب اشير لها من ناحيه القوى العامله، سبق ذكرت انه احنا عملنا زي المعادله لحساب العدد الاحتياجي الفعلي لأداء كل مديرية بحسب منشآتها ومعادلة معينة لحسابها. أيضا مهم أن احنا نحافظ على الفريق الموجود عندنا اللي وصل ما شاء الله يعني مستوى من الاحترافية العالية، مهم هذه النقطة وأيضا موجودة من بنود التحول. بعطيكم على سبيل المثال، هنا بدأنا الجزء الثاني اللي هو توزيع البرامج برنامج برنامج. لما نشوف هنا على سبيل المثال برنامج الهاند هيجين، مهمة الإدارة عامة مكافحة العدوى في وزارة الصحة هي وضع الأنظمة والتشريعات وأدلة العمل، أيضا وضع الخطة السنوية. مهمة طبعا هذا كلها بناء على التشريع، طبعا ما كانت موجودة كل هالنقاط هذه وكل هالبنود، لا احنا يوم جينا شفنا وش مهامنا وش المسؤوليات اللي علينا في الوزارة في المديرية في التجمعات، بناء عليها أخذنا كل مهمة لنا حطيناها تحت البند المسؤولة عنه المنظومة. بناء على التشريع فالإدارة عامة مكافحة العدوى هي من تضع الأنظمة والتشريعات، بناء على التشريع فالإدارة عامة مكافحة العدوى هي من تضع الخطة السنوية، بناء على
الرقابة فمتابعة تنفيذ الخطة السنوية هو من يقوم به مكافحة عدو في المديرية، بناء على أيضا الرقابة من يتابع جودة التقارير والبيانات الشهرية هي مكافحة العدو بالمديرية، بناء على التشغيل من يدرب المنسقين هم التجمع الصحي، من ينفذ الخطة هي التجمع، أيضا المنشأة كجهة تنفيذية هي من تنفذ الخدمة الخطة المعتمدة من قبل الإدارة. هنا هذا توزيع المهام. أسي مثال ناخذ الآيكا مثلا، التقييم، التقييم يتم، مهم جدا، نقطة مهمة، من التقييم يتم في المديرية ولا إدارة غير المديرية، بسبب أن المديرية هي جهة رقابية. الاطلاع على تقارير الزيارات لشريكنا التجمع الصحي، هذا أحد الأمثلة. طبعا برامج التقييم كلها متشابهة، الأسنان، المراكز الصحية، يهم نتكلم عن نقطة مختلفة، برامج التعقيم، التعقيم الإشراف على المشاريع يتم فقط في المشاريع المركزية، إذا ما كان عندنا مشاريع مركزية هي المشاريع هي جزء تشغيلي، هي من اختصاص التام للتجمعات الصحية كجهة تشغيلية. نتكلم عن الRRT على سبيل المثال، راح يكون هو مركزي برعاية الوزارة، راح يكون اعتماد نماذج البلاغ، وضع البرنامج التدريب والإشراف عليه من إدارة مكافحة العدوى وديوان الوزارة، راح تكون أنتم شركانا في المديريات، راح ترشحون أعضاء فريق الاستجابة السريعة، راح يتم اعتمادهم المديرية. في نقطة مهمة، طبعا ما ودي أطيل وأخذ من وقتكم صراحة، وفي كلمة للدكتور، راح أتكلم عن نقطة مهمة اللي هي من هو التجمع؟ زملائنا في التجمعات الآن، إلى الآن يمكن بعض المناطق لسه ما بدأ فيه تجمع، لكن الجميع في بداية السنة، راح يكون في إن شاء الله في 2021 جميع المنشآت الصحية، جميع المناطق راح يكون عندهم تحول في المنظومة الصحية. مين التجمع؟ التجمع هو وإدارة مكافحة العدوى في التجمع، والتجمع بفكرة التام هو ليس ند للمديرية ولا الوزارة، هو عضو فريق مكمل للمنظومة الصحية، هم زملاء لنا. توزيع الصلاحيات والمهام هذا كله قمنا فيها لأنه من دورنا احنا كمشرع الوزارة، تسهيل لكم أنتم، تسهيل للتجمع. بالنهاية في نقطة مهمة في التواصل مع زملائنا بالتجمعات من ناحية الكوميونيكيشن سكيلز، وهذه ما هي يعني غريبة عليكم، أنتم لكم باع طويل وشركاء لنا صراحة في النجاح اللي قاعد نشوفه في المنشآت الصحية الموجودة. التجمع إذا حصل وكان موجود التجمع هنا، هذه خارطة الطريق، هذا توزيع المهام والصلاحيات، هم زملائنا، شركاء لنا. اتفاقية هذه ليست ملزمة، لو نلاحظ أن الحسا وقعوا الاتفاقية في القصيم، وقعوا الاتفاقية بنفس روحها لكن بمشاركة أكثر. اللي بوصله أنه الاتفاقية هذه تتم بالتحاور ما بين الجهتين اللي هما المديرية والتجمع، طبعا لكم كامل الصلاحية في التحاور بينكم من ناحيتها. في نقطة مهمة، بإمكاننا أن احنا نغير في بعض البنود بحيث أننا ما يتم في خرق لأهداف التحول أو أنظمة التحول. على سبيل المثال شلون لما نجي نقول والله مثلا الطائف بيتفقون على أنه التجمع هو من يقيم المنشآت في الآيكا، لا، هذا اتفاق باطل وغير صحيح. لماذا؟ لأن الرقابة هي من مهمة المديرية وليست التجمع، لذلك النقاط اللي يتم فيها اختلاف مهم جدا أو يتم فيها اتفاق مهم جدا أنها ما يتم فيها خرق لنظام التحول. على سبيل المثال إيش الاتفاقية اللي ممكن تتم مثلا في القريات وتكون صحيحة والرياض ما راح يتفقون فيها؟ على سبيل المثال لو جو زملائنا في القريات قالوا والله إحنا حنشارك، احنا نحتاج التجمع معنا شريك استراتيجي لمكافحة العدوى، احنا راح نبغاه يشاركنا مثلا في التدريب، قول لا مانع، ما في خرق، مشاركة في التدريب ما فيها اي مس لبنود التحول، لذلك لا مانع من ذلك. اليوم نتكلم عن يا جماعة نقطة أخيرة بس اختم فيها، احنا نتكلم اليوم ما شاء الله يعني النجاح اللي شفناه في الحسا وفي القصيم وفي مكة سهل لنا كثير، يعني تمنينا ان التحول موجود صراحة من السنين.
توزيع المهام الصلاحيات اللي صار، كل واحد عارف ايش دوره. الامانه البرامج حقتنا اصبحت اكثر احترافيه من قبل. احنا نتمنى انه طيب، هل نجاح في الحسا والنجاح في مكه والقصيم هل ايضا يتم في الحفر؟ هل يتم في المدينه؟ هذا يعتمد علينا احنا وعليكم انتم بشكل كبير. عندنا كل الدوكمنت الموجوده، بقى بس ان احنا نفهم موضوع التحول فعلا، نلتقي مع زملائنا في التجمع الصحي، نمد يد العون لهم والدعم الكامل، واننا فعلا نشرف على عمليه انتقال برامج مكافحه العدوى او مهامها وتوزيعها ما بين التجمع والمديريه. باذن الله متفائلين بشكل كبير بعد اللي شفناه. يعني اكون صادق معاكم، كان في يعني خوف وكان عندنا ملفات قبل ما يبدا فريق التحول بالاداره، عندنا ملفات متراكمه ما لنا عارفين نبدا من وين ننتهي من وين. بدينا فيها واحد واحد، شفنا انه نساعدكم، ما نبغاكم تخشون في المعمعة هذه، كنا خلنا نساعد البرامج، نعطيهم كل شيء يعني جاهز. اللهم لك الحمد، يوم فعلا ترتبت الامور اكتشفنا صراحه احترافيه كبيره قاعده تصير بالحسا، بالشرقيه، بالقصيم. نتمنى انها تكون في كل المناطق. انا اعتذر جدا على الاطاله، سعيد اليوم صراحه بوجودكم معنا بهاللقاء. اتمنى اني افدتكم صراحه. نقطه بس قبل ما انقل مايك الدكتور خالد، احنا فريق التحول موجود بالاداره على مدى على مدار 24 ساعه، حتى في ايام الويكند، في اي وقت احتجتوا للتواصل معنا احنا موجودين، استشاره احنا موجودين. نقطه اخيره وجدا مهمه، نتمنى الا يتم اي بروسس في عمليه التحول فيما يخص مكافحة العدوى في مناطقكم إلا بالرجوع والاستشارة إلى إدارة مكافحة العدوى كجهة مشرعة. شكرا لكم واعتذر الإطالة، ومعكم الدكتور خالد. تفضل دكتور خالد. السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا، أهلا وسهلا بحضوركم. يشرفنا حقيقة وجودنا أو وجودكم بيننا. إحنا في الأخير كالعادة يعني فريق مكمل البعض، نرى دائما أن العمل لا يكتمل إلا بوجودكم، وجودكم الفعال حقيقة. أنتم يعني ممثلين فعالين في الإدارة، وحتى وأنتم بعيدين عن الإدارة نشكر لكم وجودكم. فقط يعني أنا ما أقدر أزيد كثير على الصراحة النقاط اللي ذكرها الدكتور عبد المجيد. إحنا في الأخير يعني الفكرة التحول هو خدمة المريض، يعني نوصل الخدمات اللي تخص مكافحة العدوى فائدتها وذا جدوى عالية في للمريض. أنا متأكد أن لو ننظر للتحول بنظرة إيجابية كاملة راح نلقى نفسنا هدفنا العام اللي هو تقديم رعاية طبية آمنة للمرضى جميعا راح نوصل له بسهولة، أسهل من الوضع الحالي حقيقة. فيما يخص يمكن أغلب الزملاء أو نسبة من الزملاء ما كانوا موجودين معنا في اجتماع المدراء اللي كان في أعتقد يناير 2020 أو حتى ديسمبر 2019، كنا نتكلم عن رؤية ضبابية فيما يخص التحول. الآن الحمد لله بدأت الرؤية بالنسبة لنا تتضح، رب ضارة النافعة، يعني ما حد حب الجائحة، ولكن احنا كمكافحة العدوى الحمد لله كنا قد التحدي على جميع المستويات، بمعنى الكلمة على جميع المستويات، على مستوى الوزارة، على مستوى المديريات، وأيضا على مستوى المستشفيات. طبعا هذا ما كان يتم لو ما كان في التواصل الجيد والفعال بيننا جميعا على جميع المستويات. يهمنا جدا ان الصوره تكون واضحه بالنسبه لكم، ما راح تكون واضحه 100% حتى لنا الان بالوضع الحالي، ولا نتوقع انها تكون واضحه قريبا، ولكن اقل شيء بدات تتضح الصوره. المسائل التشريعيه والرقابيه والتشغيليه بدات تتضح لنا، احنا قسمنا المهام قد ما نقدر. يهمنا مثل ما وضح ابو سامي اننا نكون يد واحده فعلا في المرحله الحاليه عشان نوصل بامان فيما يخص مكافحه العدوى. الموضوع ما يخص خالد العنزي ولا عبد المجيد المطيري ولا اي احد في المديريات، الموضوع يخص مكافحه العدوى عموما، سلامه المرضى وعدم يعني اكتساب اي عدوى، بمعنى الكلمه اي عدوى تخص او في خلال تقديم الرعايه الطبيه باي مستشفى. دورنا راح يقل؟ لا نعم ابدا ما راح يقل، راح يزيد خلال الفتره القادمه، راح يتضح الرؤيه. عندنا برامج رقابيه كثيره راح تكون دوركم كثير كبير فيها.
نتكلم عن نسب ما نقدر نتكلم عن نسب، ولكن نسبة الغالبية راح تبقى مهامنا في على مستوى المديريات. يهمنا راح تواجهون ناس نوعا ما جدد في مجال مكافحة العدوى، أو أنهم قديمين ولكن البوزيشن حق اللي راح يكونون فيه في التجمعات شوي يعني مو واضح بالنسبة لهم. فلذلك دوركم أنتم أنكم تربطون معاهم أو يصير عندكم good communication. الربط هذا أو التواصل راح يعزز الثقة بينكم، راح يعطيهم دافع أكبر أنهم يكونوا متعاونين، ونحافظ على مستوى مكافحة العدوى في مناطقكم جميعا. يهمني أنكم تكونون فعلا مترقبين للوضع، ما أنكم بس تنتظرون أحد يجيكم. أي مكان تسمعون فيه نقطة تخص مكافحة العدوى فيما يخص التحول أنتم تسعوا لها. في إدارات مستحدثة ممكن جديدة في المديرية راح تلقون حتى نظرتهم ومفهومهم للتحول أو المكافحة العدوى واحدة منهم تكون مي بواضحة. مهم جدا أنكم توضحوا له واجهتوا أي صعوبات مثل ما وضح دكتور عبد المجيد. فعلا فعلا إحنا ننتظر أي لحظة اتصال منكم يسألنا عن النقاط هذه. آخرها في أحد مناطق التحول فيما يخص غرف العزل كان معاي نقاش طويل فيما يخص الدور والأمور هذه كلها في المشاريع القادمة. نحتاج أنكم تكونون واعين للموضوع، فعالين، مترقبين للوضع، وأنا أضمن لكم أن الوضع بيكون أفضل ما يكون. مثل ما قلت أنا ما أتكلم عن أشخاص، أتكلم عن دور المديرية في المستقبل مكافحة العدوى. نعتقد أنه راح يكون دور كبير وفعال، وإحنا متواصلين عموما. يعني إحنا التحول نعتقد أنه في صعوبة الفهم في البداية، ولكن مجرد أنك تفهمه راح تلقى نفسك انسقت مع التحول. هو تحول حتمي لصالح الجميع لصالح البلد. أي فكرة الرفض أو مقاومة هذه فكرة خاطئة أو تضر على مستوى الجميع. نتمنى أنكم تكونوا متفهمين النقطة هذه، وإحنا حاضرين بالأخير أبداً. أي صعوبات تواجهونا إحنا مستعدين نجيكم للمناطق ونجلس معاكم ونجلس مع الجميع ونوصل لنقطة التفاهم اللي راح تخدم البلد. حقيقة هذه أغلب النقاط اللي عندي، ما عندي نقاط أخرى. ما أدري إذا عندنا وقت ممكن نسمع منكم إذا حابين، ممكن عندنا 10 دقائق ربع ساعة. إذا أحد حاب أو عنده أي تصور أو صعوبات أو حتى استفسارات إحنا ممكن نساعدكم فيها. السلام عليكم. عليكم السلام. صباحكم الله بالخير جميعا. شكرا لك دكتور عبد المجيد، شكرا لك دكتور خالد. بصراحة العرض كان واضح وشيء تشكرون عليه للأمانة، لأنه فعلا زي ما قلت أنه أنتم بالنسبة لكم المشروع كان غير واضح في البداية، لكن الآن صار واضح لكم، وإحنا إن شاء الله مع الوقت راح يكون واضح لنا بإذن الله. الفكرة اللي ممكن راح تفيدنا أكثر أن نستفيد من تجارب المناطق الثانية، لو كان في عرض لتجاربهم، خصوصا المناطق اللي أنتم يعني رأيتم أن موضوع التحول تنفذ فيها ونجح فيها بشكل كبير، طبعا فيما يختص مكافحة العدوى. فهذه مجرد فكرة ممكن احنا نستفيد منها. أكرر شكري لكم، وإن شاء الله راح نكون يعني قد المسؤولية اللي أنتم تنتظرونها منا إن شاء الله. دكتور إبراهيم يعطيك العافية. حقيقة يعني ما أقدر أقول إنه نقدر نحكم على أي تجربة الآن، بدري مرة بدري إن نحكم على التجربة ناجحة، ولكن خلينا نقول الخطوة الأولى كانت جدا ناجحة في القصيم وفي الإحساء وكمان في الرياض. في تفاهم غير مكتوب ولكنه ناجح جدا الآن، من لأن في أكثر من تجمع، فلذلك واضح الأمور. الخطوة الأولى كانت ناجحة تقريبا. الدكتور عبد المجيد شرحها لكم في طي الكلام، كان هو يطبق على الكل. إحنا مجرد أن يكون عندكم نظير في التجمع أو يبدأ ينطلق التجمع بصورة رسمية في المديرية، أول خطوة يكون تواصل بين المديرية والتجمع على مستوى مكافحة العدوى بناء على الاتفاقية اللي هي موجودة. إحنا مجرد أنكم تقولون في فلان ممثل مكافحة العدوى والتجمع أطلق بشكل رسمي، إحنا على طول راح نرسل الإيميل هذا للجميع ونقول لكم اجلسوا مع بعض أسبوع أسبوعين تفاهموا على النقاط. إذا عندكم أي استفسارات راح تكون نوضحها لكم. النكس ستيب عادةً تكون أنكم تجون عندنا في الإدارة كطرفين تأخذون وقتكم في وجود جميع البرامج، يعني تقعدون الوقت المتاح لكم. يعني لو تقعدون يعني أكثر من 12 ساعة ما عندنا مشكلة. إحنا من الصباح عادةً الزملاء يجلسون ويكون جميع ممثلين البرامج عندنا في الإدارة موجودين.
أي استفسار راح نجاوبكم عليه إذا كان مو واضح، هل هو رقابي أو تشغيلي. وقتها لما تجاوب على جميع أسئلتكم عادة تكون ما يكون في أي اختلاف على المهام الموجودة هذه، يتم التوقيع ونرفعه وخلاص، نعتبر إحنا استلمنا وسلمنا المهام، استلموا هم المهام وإحنا سلمنا مهامنا في المديرية، وقتها نكون إحنا خلاص نجحنا. إحنا عندنا دور ما بعد التوقيع الآن يتم. إحنا تقريبا في أسبوعي تواصل بين الزملاء في فريق التحول مع المناطق، هل في أي تحديات، هل اتضحت لكم بعض الإشكاليات، هل الأمور ماشية سموثلي. الحمد لله إلى الآن رغم أنه وقعنا على مدى أسابيع سابقة ما واجهنا أي تحديات في المناطق اللي تم التوقيع على الاتفاقية، يعني كانت الأمور جدا واضحة. نعزز دورنا قد ما نقدر الرقابي، يعني هذه فرصة بما أنك طرقت للموضوع. إحنا كل ما كان دورنا من ناحية الكواليتي والجودة حقته عالية راح تكون تأثيرنا أقوى. لذلك هذا تحول جميع المناطق، أنت تمثل فعلا المديرية، لكن مو معناها أنك لازم المديرية اللي أنت تتبع لها تصير في اللون الأخضر وبعد شهرين ثلاثة لما يصير تحول تصير في اللون الأحمر. هذا يشكك مصداقيتنا. إحنا نحتاج نكون واضحين سواء كنا في مديرية في تجمع في وزارة فيما يخص معايير مكافحة العدوى وتطبيق التقييم الموجود الآن، أو حتى المهام الطارئة من ناحية أوت بريك ولا إيمار ولا أي كان، ما راح نقدر نجامل لأن مجاملتنا راح تؤدي إلى فكتورة عالية على المرضى. فقط هذه يعني فرصة أننا الآن الجميع يعي أن أي لا سمح الله أي مجاملة لأي مدير شؤون صحية أو مدير أي كان في المديرية هي ترى يعني تأثر على خللنا ودورنا المستقبلي. صحيح دكتور خالد، شكرا جزيلا دكتور. ما مجلس الزملاء الباقين اذا عندهم اي يعني اي افكار او اي تصورات او ممكن يفيدونا اذا عندهم اي يعني اذا بدا عندهم اجتماعات على مستوى التحول او بدات الشركه القابضه تمر عندهم، مثلا نعرف في حفر الباطن الشركه القابضه من فتره كانوا موجودين هناك، اذا عندهم اي تصور حتى لو ما كان واضح يا ليت يفيدونا على اساس نكون احنا في الصوره معاكم كمان. السلام عليكم، مساء الخير دكتور خالد والجميع. بالنسبة دكتور خالد يعني البرزنتيشن ما شاء الله كانت جدا واضحة يعني وبخطوات مدروسة ومنظمة والمهام جدا يعني وضحت لنا في الإدارات. أول شيء أحب أشكر حضرتك وأشكر جميع فريق الإدارة عندكم على تنظيم الأكثر من رائع والدعم الفعال لإدارة مكافحة العدوى في المديريات. بالنسبة لنا في حفر الباطن يعني حاليا لسه التحول في يعني بدايته، كان مجرد دراسة للوضع الحالي في الاجتماع الأول، وإحنا مع إدارة التحول أول بأول وداخلين معهم في يعني نظام الرعاية حاليا ومتواصلين مع الإدارة بشكل فعال ولله الحمد المنه، وإن شاء الله بإذن الله نحقق يعني ثقتكم بإذن الله والمهام والمسؤوليات المطلوبة منا بإذن واحد أحد. شاكرة ومقدر لكم دكتور خالد. يعطيكم العافية، شكرا. الزملاء الآخرين إذا عندهم أي ملاحظات ولا ممكن نختم. بعض الزملاء ممكن كانوا جدد ما كانوا موجودين في الاجتماع السابق، أنا لاحظت مثلا في بيشة والقنفذة وأيضا يمكن حتى إبراهيم في عسير أغلب ما كانوا حاضرين اجتماع المدراء، احنا تكلمنا عنه كانت الصورة مي واضحة، الحمد لله أعتقد الآن احنا بدأت تتضح أكثر الصورة. فقط أتمنى الجميع ينظر إلى المديرية كمديرية ما ينظر فيها إلى شخصه، حتى لو فكر الشخص يعني دائما التحول أو التجمعات يعني بطريقة أخرى يجون أنهم هم الطرف الأقوى في المعادلة، وإحنا بشر في الأخير، بعض الأشخاص يعتقدون أنه يروح مع الطرف الأقوى، مو مشكلة يروح، ولكن إحنا نحتاج أنها تكون واضحة أن المهام الرقابية هي باقية في المديرية. ما صعب لأن قد صارت الموضوع هذا في بعض المناطق يعتقدوا أنهم يأخذون الشخص يأخذ مهامه كلها معه إذا راح للتجمع، لا إحنا حقيقة ما يعني ما نقدر نجامل في الأمور هذه كلها. أنا شخصيا لو أروح للتجمع لابد أعرف مهامي وأعرف إيش دوري اللي راح يكون في التجمع وحتى في مستشفى. نقيس على كذا لو واحد في المديرية واشتغل في مستشفى صعب إنه يأخذ مهام المديرية ينقلها المستشفى، وقيس على كذا يعني. فلذلك لابد ننظر للموضوع نظرة حيادية بحتة بعيد عن البوزيشن اللي إحنا نمثله. فقط الصورة الخطوط العريضة واضحة تقريبا، تشريعي أو رقابي أو تشغيلي، أي شيء يتقاطع بينهم هذه إحنا ممكن إحنا الجهة التشريعية اللي نفتي نقول هل هذا تشغيلي أو أنه رقابي، ما أنها تكون هي اجتهادات شخصية. وإحنا معانا الزملاء حقيقة في التحول في تواصل دائم،
يعني اجتماع عندنا شبه اسبوعي سواء عن طريق الفيرتشوال او احيانا يحضرون عندنا زي امس كانوا موجودين عندنا. وواضح الامور في ما يخص نقل المديريات الى الام اتش او الام اتش 2 يعني بالفتره القادمه. اعتقد ما في اذا ما في. طيب الله يعطيكم العافيه. انا شاكر لكم صراحه وقتكم الثمين وحضوركم. نتطلع ان شاء الله اجتماعات ثانيه باذن الله ويكون مشروع التحول فعلا بدا وتوزيع المهام انتهى في المناطق كلها. شكرا لكم الله يحفظكم. شكرا لكم جميعا. الله يعطيكم العافيه. شكرا جزيلا.